عودة مشاهدينا لمتابعة فقراتنا. كل الأشخاص اللي عم يتابعونا من الصبح إن شاء الله تكون فقراتنا عم تنال إعجابكم، والأشخاص اللي وعيوا هلأ بنقلكم صباح الخير إلى جريدة اليوم. جولة سريعة على الصحف. شو عندك شيء؟ ابدا لا، عم شوف اذا رايقه بالصحف لانه شفت كم عنوان هيك رايحين للتحقيقات الخاصه والمواضيع الخاصه، لانه ما في ما في شيء يعني. بالبلد اذا بتستشرفي من نشرات الاخبار حتى انه يا اخبار عاديه تغطيات وبتروحي لمواضيع خاصه، فالعناوين توزعت على الشكل التالي. البدايه مع صحيفه الاخبار، خطه الكهرباء الخصخصه ورفع التعرفه خارج النقاش، ابواب السجون مشرعه للامريكيين، وبالصوره يوم الارض العوده أقرب. يعني هون التحقيق الأوسع عاملينه إقليميا أكيد بيوم الأرض، لأنه كان صار في سنة على مسيرات صحيح. العودة مشان هيك. الجمهورية بعد النقاهة اشتباك حول الكهرباء، وبالصورة حول جامعة الدول العربية، التوافق لا توافق على عودة سوريا. مع انه كان الرهان من اخر مره انه انطروا موقف لبنان رح يطلع من بعد ما الدول العربيه كلها تدعي سوريا للعوده للجامعه العربيه وتقوم بهالخطوه، ستشارك سوريا كانت العناوين بالفتره الماضيه بقمه تونس، ولكن القمه ستعقد من دون سوريا. هلا اللافت انه ضمن الوفد اللي رايح مع رئيس الجمهوريه هو وزير شؤون النازحين صالح الغريب، صحيح. هو رح يكون بعداد هيدا الوفد، خاصه انه لبنان سيثير مساله النازحين السوريين بيمكن كلمه فقط الرئيس وبالمباحثات اللي رح تصير هنيك، فما بعرف اذا هي نوع من تعويض على استغيابه بمؤتمر بروكسل ولا كيف صارت القصص. وخلينا نقول انه التطور اللافت من اخر زياره الشهيرة يعني لموسكو، كمان الاتفاق اللي صار أنه يكون لبنان مشارك كدولة مراقبة بأستانا، كمان هيدي لافتة. هو الجانب العراقي والدول أكيد المتضررة أو المعنية بالأزمة السورية. الشرق عنونت بدورة حبات الدولارات على اليمين، والدين العام يرتفع إلى 12,500 دولار في الدقيقة. هذا تحقيق نشرته امبارح الدولية للمعلومات. فما بعرف بالدقيقة أو بالثانية بكره رح نحسب، لأنه الرقم رح يكون كبير. من 93 كان الرقم خدمة الدين والدين اللبناني 3 مليار، نحن اليوم بال 2018 عم نوصل 85 80 مليار، ويعني ومرتقب أنه نصير ندق بال 100 مليار، وهذا الرقم بخوف. نواب الحاكم أمام مجلس الوزراء الخميس، وبالصورة التظاهرات متواصلة بالإشارة للتظاهرات الجزائرية للمطالبة بتنحي بوتفليقة. الديار خطة الكهرباء وأسئلة حول بند الاستملاكات، بري القلة بتولد النار والبواخر أرهقت الخزينة ولا مجال للعودة إليها. التعيينات تعمق الشرخ بين التيار والقوات، والبنك الدولي يحذر لبنان من إصلاحات غير كافية وإجراءات غير شعبية في المرصاد. البناء عنونت بدورة القمة العربية في تونس، ستصدر بيانا لن يقرأه أحد. وفلسطين تستعد لإحياء يوم الأرض، الحكومة في منتصف مهلة المئة يوم وخلوة وزارية منتصف الشهر المقبل. كرامي وناجي يردان الصفعة للدستوري، لن نشرعن السرقة بالمشاركة. كاريكاتوريا بالشرق، هيدا رئيس مئاتي والأحدب وجمالي. مصباح الأحدب يترشح لفرعيات طرابلس. ناجي ما أحلى منك. ما أحلى منك. بس هيك بتعرفي. حلوة. ناجحة معهم هالمرة. ناجحة معهم، وهون هيك بنتذكر الانتخابات بفتكر 96 ترشح لها مصباح الأحدب. صحيح. وحصد أكبر عدد النساء لوسامته. صح. بأقلام النساء كان عنده أصوات كتير مرتفعة مقارنة بأقلام الرجال. 100%. ما بعرف. قال يقوم يعمل مفاجأة مصباح الأحدب هالمرة. عجماله. بنروح للكاريكاتير لأنطوان غانم بالجمهورية، بدء العمل بالتوقيت الصيفي. خي خسرنا ساعة تعتير. خي مش خي. خي خسرنا ساعة تعتير، لنكون هيك عم نجسد الكاريكاتير بالجمهورية. ولكن كيف كانت كاريكاتير أنطوان غانم عبر نشرة الأوتيه امبارح؟ منتابع سوا.
لا هي بتستاهل زقفة مش صراحة. هيك؟ تحية حلوة لك كتير. أنطوان غانم. فبنرجع هلا 95 سنة، كان بدي أقول ما عرف ليه هلا لا خمسين 50 خمسين سنة لورا لل 1969 ب 30 آذار، كيف كانت عناوين صحيفة النهار على الشكل التالي: المؤتمر القطري يبحث عن صيغة تؤمن انتصار وزير الدفاع ووجود جديد، الأسد يتخوف من الانفتاح الواسع على الناصريين والحورانيين والبعث القومي، ويطلب تعديل قانون الإصلاح الزراعي ليصبح أكثر يسارية. نواب النهج يحذرون كرامي من التوغل في مسايرة تجمع الوسط لأن إقرار مشاريع التجمع ينسف دعائم النهج الشهابي، ورئيس الحكومة يوكل إلى اللجنة الوزارية مهمة تميع المشاريع الحساسة. أنا أحدث ما أنتجته الفولكسفاجن اسمي 411 لأربعة أبواب. عم تحكي عن حالة. نبيل عكاري لرفاقه في سجن طرابلس: سأعمل عملا يهز لبنان، فاطبع المناشير وأمد امدحوني فيها بعد اغتيالي كميل شمعون. والاتحاد العمالي العام يحذر من زيادة الضرائب، ونقابات السائقين وأصحاب السيارات تهدد بالإضراب، نواب يقترحون على الحكومة العدول عن رفع سعر البنزين. وزارة الزراعة تضع مخططا جديدا لتصريف الإنتاج في الأسواق العربية. توم أند جيري هذا بعده ثابت à صراحة. partir du lundi 31 mars festival de dessins animés inédits en couleur. أهم شيء en couleur. وأيضا اللبناني أنطوان معلوف يفوز بجائزة المسرح العربية مسرحية جاد، تترجم إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية وتوزع في كتاب على المخرجين في العالم لتمثيلها. هون اللبناني أنطوان معلوف والمصري محمود دياب فازوا بالجائزة الأولى بالمسابقة المسرحية العربية، كمان كان في إنجاز فني ثقافي بوقتها للبنان. هيدي ما أعرف ما في كاريكاتير يمكن أو ما بيّن عنا. هيدي كانت جولتنا على الصحف ضمن جريدة اليوم. ننتقل هلا لفقرتنا التالية، سراج النور.